بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها المتابعين الأعزاء، تتواصل الانطلاقات، تتواصل التحديات شوطا تلو الآخر. بعد ما تابعنا الأشواط الأربعة ينطلق شوطنا الخامس خاصة بالجعدان. نذكر بالتوقيت الأفضل والأبرز في صباح هذا اليوم، صاحبة أول الأشواط الظبي لسيد ظافر بن حمد بن مصلح الأحبابي من ظفرت بأول الأشواط، والتوقيت الأفضل 4:32. ثانية التهاني والناموس لسيد ظافر بن حمد بن مصلح الأحبابي. نسير مشاهدي الكرام مع تحدي هذا الشوط، وناخذ البداية وناخذ المركز الأول. استفتح الإذاعة وسيطر الأسد على القيادة والصدارة حماد بن الشدي بن حماد الاكتبي، بينما المركز الثاني ثاني المراكز مشاهدينا الكرام، هناك التواجد والوصول من راهي محمد بن عبد الله بن علي العفاري، يقدم لنا حضور وتواجد راهي، بينما الوصول والتقدم من قبل جلاد لسيد نايد بن مسلم بالزفنة، بينما المركز الرابع رابع المراكز الوصول والتقدم من عتيم ناصر بن حمد بن ناصر بالمر العامري، والمركز الخامس خامس المراكز يتواجد الترس سعادة سالم بن راشد بن حضيرم الاكتبي، والمركز السادس الواصل مشاهدينا الكرام الفايز إذا سيف بن سعيد بن غانم، ولكن الوصول والتقدم من شعار بن عمان غازي سالم بن سعيد بن عمان المهيري، يقدم لنا حضور قازي. هكذا الست المراكز الأولى، ولكن كاميرتنا تأخذ جولة للأسماء والأعداد المشاركة في هذا الشوط، ونعود إلى البداية، نعود إلى الصدارة، إلى من تقدم، إلى من قاد البداية. شعار نايد بن مسلم بالزفنة بدأ يسيطر على المركز الأول، على الصدارة الأولى وعلى التقدم أيضا. هناك بالقيادة والسيطرة اللي هو جلاد، جلاد مسيطر، جلاد مسيطر على المقدمة، مسيطر على البداية الأولى نايد بن مسلم بالزفنة، بينما المركز الثاني الترس سعادة سالم بن راشد بن حضيرم المركز الثالث، ثالث المراكز. شوف اللي وصلت، شوف اللي حضرت، وصل أحد ممثلين هيلي القادم، ولكن شعار بالمر وصل، شعار الأحبابي القادم، شعار حمد، شعار سعيد بن حمد بن هادي الأحبابي وصل، وصل شاهين يتحرك على المركز الثاني في هذه اللحظة، القادم بقوة وصل مطوع، ولكن شوف، شوف اللي وصل، الشامخ وصل، الشامخ وصل بالعصري، وصل، وصل حصاد، حصاد، ولكن هنا الواصل شعار. يا سلام، ثمين، ثمين، يا مرحبا بثمين، وشعار ثمين حمد بالعصري بالحب العامري، يقدم لنا ثمين على المركز الثاني، شاهين على المركز الثالث، سعيد بن حمد بن ايضا الاحبابي، بينما المركز الثالث القادم يتواجد الفارس محمد بن عتيق بن زيتون، والمركز الرابع جلاد، ولكن وصل بوظفيرة، وصل، وصل عنيد علي بن سالم بوظفيرة، ولكن ثمين، ثمين والفارس، الفارس، الفارس بدأ يتسلل، وثمين على المركز الأول بدأ يتحرك، ثمين حمد بالعصري بالحبة يتحرك على المركز الثاني، ولكن الفارس، الفارس على المقدم، الفارس على الصدارة، الفارس على المركز الأول محمد بن عتيق. يلا يا الشامخ، يلا يا الشامخ، يلا يا بن عصري، يلا يا المجازف، الله 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 الله، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة، الفارس، الفارس بدون أي أوامر، بدون أي أوامر، سلام يا المجازف محمد بن عتيق بن زيتون. ثمين على المركز الثاني ما قصر، حمد بن عصري بالحب المركز الثالث للسيد نايد بن مسلم، المركز الرابع
وصل فيه مشاهدينا الكرام اللي هو عنيد علي بن سالم بضفيرة والمركز الخامس لسيد سعيد بن حمد الأحبابي. التوقيت مشاهدينا الكرام 4:43.